السياسية البائسة اللي مر بها العراق، وللأسف الشديد سوف تتفاقم مع أيضا أزمات إضافية أخرى الآن ليست فقط مقتصرة على انتخاب بديل لمحمد الحلبوسي بعد إقالته في 19/11 العام الماضي. يعني الآن مر تقريبا 9 أشهر على الإقالة، يعني دون وجود يعني ضوء في نهاية هذا النفق اللي يسموه الحقيقة عملية سياسية كان يراد منها بناء ديمقراطية ومؤسسات دولة، لكنه أصبحت كذبة كبرى الحقيقة. لا انتخابات بها حظ مثل ما يقال بالعراقي، ولا ديمقراطية، ولا مصالح الشعب العراقي، وباقي الأمور تراوح يعني بين جر وجذ مثل ما يقال. فمصلحة الشعب العراقي مغيبة في كل الأحوال، هناك مصالح فردية وكتل مكونات وأحزاب الحقيقة ضيقت حتى الأفق بالتفكير يعني، وأيضا أجندات خارجية. يعني الانتخاب لو يكون هناك فعلا استقلالية قرار سياسي عراقي يضع المبادئ الأساسية ثوابت وطنية وانتماء للعراق ومصالح الشعب العراقي، لما كان الأمور وصلت إلى هذا الحد. يعني 9 أشهر ما يقدرون ينتخبون رئيس مجلس نواب بديل للرئيس المقال، وتبقى الأمور تتراوح في مكانها. مع العلم أستاذ حامد، هم من يعني من مجموعة قوى واحدة، القوى السنية، يعني مو تقول مثلا تحالف قوى الدولة ويدخلون الإطار بهم، يعني أكيد أكو تدخل، بس هم المفروض يكونون قوى سنية متفقين على اسم معين، تدفع باسم عليه إشكالية مثل شعلان الكريم ويتم التأجيل، تدفع بعدين داخل مجلس النواب ما يصير اتفاق وتبدأ المسجات وبطالة المي تشتغل. هذا الموضوع يعني لقوى السنية وحدها مدى يمرر، شلون راح تتفق أطراف دولة بها كثير من الأكراد والتركمان والسنة والشيعة والأيزيدية وكلهم على أن يتفقون على تسوية أو تمشية أمور البلد؟ هذا هو اللي يجب أن يقال. أنت على حق الحقيقة، هي هذه المعضلة الكبرى الآن، لأنه تدخلات ولأنه مصالح ضيقة، مصالح شخصية. يعني هذا الزعيم لا يريد ذاك المرشح من قبل، والسنة الحقيقة ليسوا أيضا مستقلين في قرارهم. يعني طبعا إذا شئنا أن نقول أن هناك شيء الآن متفق عليه، رئيس الجمهورية كردي، رئيس المجلس النواب هو سني، ورئيس الوزراء هو شيعي، وهذا ليس بالدستور، هذا ليس الحقيقة من مجريات العمل بأي عملية ديمقراطية أبدا. لا يمكن هذه المعايير تصب بصالح الشعب العراقي، لأنه هم اللي قدام يحددوها محاصصة، فبالنتيجة أيضا جزأوا المجزأ وقسموا المقسم. الآن حتى مو الشعب العراقي مقسم الآن بين كتل يمثلوا هذا البيت وذاك، ما أعرف شو يسموه الكتلة، وإنما الآن حتى في داخل يعني المكون الواحد الآن هناك يعني تقسيم، تجزئة، لا يوجد